مصر تنتخب برلمان الثورة تحت تأمين مشدد من قوات الجيش والشرطة. أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير انطلقت بمشاركة ملايين المصريين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 9 محافظات تمثل المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، بينها القاهرة والإسكندرية، تحت إشراف قضائي كامل دون اعتبار أو تأثير يذكر للأسبوع الملتهب الذي عاشته مصر بسبب أحداث التحرير، لدرجة مد التصويت 2 ساعة إضافيتين. وعايزين نبني مصر من جديد، مستقبل مصر الجديد، ونختار ناس كويسه وناس يعني تعمل من اجل مصر، مش عشان الكرسي وعشان الفلوس والمال وما ادراك ولا لا، عايزين نعمل من اجل مصر ومن اجل اطفالنا اللي جايه، ونبني مصر من جديد، ونخف المظاهرات اللي هي في التحرير كل شويه ومعطله مصالحنا. الناس طبعا يعني فهمت ازاي ان لازم نروح انتخب، لازم نروح صوت، لو كانت الناس عارفه مين ده ناجح وعارفه مين ده، عشان كده ما كانش بتيجي تنتخب، كان سهل الانتخابات. يعني الأول كنت أخش المدرسة تك 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 خلاص امشي. وقد رصد عدد من المراقبين مخالفات عديدة لمرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور الإسلاميين لاستخدامهما دعاية انتخابية أمام مقرات اللجان الانتخابية خاصة في الإسكندرية للتأثير على الناخبين. أكثر من 90% من اللجان بدأت وانتظمت منذ 9 صباحا. أكثر من 90%. في بعض اللجان حصلت فيها مشاكل، وكلها مشاكل متوقعة، وكلها مشاكل تمكننا من السيطرة عليها والحمد لله. أولاً لا توجد مشكلة تتعلق بالأمن. ولمواجهة تخوف المواطنين من ترك القضاة للصناديق في المقرات الانتخابية حتى اليوم الثاني للتصويت، تقرر قيام القضاة بتشميع الصناديق وأبواب ومنافذ اللجان الانتخابية بالشمع الأحمر وفضها في اليوم الثاني، فإن وجدوها سليمة أكملوا إشرافهم، وإن وجدوا خللا أثبتوه حتى لو تم إلغاء الانتخابات في تلك اللجان. كل مؤشرات اليوم الانتخابي الأول تؤكد أننا أمام أول عرس ديمقراطي في تاريخ مصر الحديث. الإقبال شديد من الناخبين، التجاوزات محدودة، ما يؤشر أن برلمان الثورة سيمثل حقا الشعب المصري. هشام مهران، MTV، القاهرة.